تمام، هنبدأ نكتب الكود. أول حاجة هنكتب الموفز اللي احنا اتفقنا عليها. من الموفز اللي احنا اتفقنا عليها إن ممكن أعمل إيه؟ أعمل امبتي للجاجز اللي عندي، اللي هو الجاج الأولاني اللي هو فيه 4 لتر، والجاج التاني اللي هو فيه 3 لتر. فممكن أعمل امبتي لأي حد فيه. فهنكتبها بالشكل ده مثلا. ممكن نكتب موف ونقول مثلا هنبريزنته مثلا بالشكل ده، اللي هو ممكن نقول هنبريزنته بشكل S وفي 2 element أو 2 fields، اللي هو ممكن أقول مثلا الفاريبل الأولاني ده F في الفيرست وده second jug مثلا. النكست ستيت اللي هيحصل فيها لو أنا عايز أعمل empty للأولاني، يعني معنى كده إيه؟ الأولاني هيبقى 0 والتاني هيبقى زي ما هو زي ما جاي لي بالظبط. خلي بالكم أنا الاسم الريليشن S، يعني الريليشن مش هي الفاريبل ده S capital ده variable وده اسم الريليشن، بس ممكن عشان ما تتلخبطوش ممكن نسميها مثلا G اللي هي اختصار جاكس مثلا، او اسميها جاكس كاملة ونخليها بالشكل ده عشان الناس بس ما تتلخبطش. فاللي هي انا عملت representation بالشكل اللي هي سميت الريليشن، وسميت اللي هي الستراكشر بتاع جاكس، بتاخد two fields او two element اللي هو او two variable. الاولاني يمثل اللي هي الكباسيتي بتاعت اللي هي اول جاك، والتاني يمثل الكباسيتي بتاعت اللي هو تاني جاك اللي هو الكباسيتي بتاعته اصلا ماكسيمم 3. تمام، فانا ده هعمل ايه؟ هعمل امبتي للاولاني، وده هعمل امبتي للتاني اللي هو التاني. فعليا انا فعليا اللي هي الاف لو جات لي هبعتها زي ما هي، الاس هي اللي هخليها كام؟ هخليها 0. الكلام حاجه بالشكل ده هو فعليا صح، بس في حاجه ممكن مش لطيفه شويه، اللي هو تخيلوا اصلا الاولاني كان 0، فهو مفيش كونديشن الاولاني اصلا مش امبتي، اللي هو حتى لو امبتي انا هديله ستيت جديده واللي هي برضو 0، فهي تقريبا نفس الستيت. هي طبعا انا لو عملت زي البروبلمز اللي قبل كده وحطيت مثلا في الباس بتاعتي او الحاجه اللي هي كل شويه بتكون الموف، قلت مثلا اللي هي النكست ستيت لو هي نفس الستيت يبقى انت خلاص اعمل باك تراكنج وشوف غيرها. اوكي، هي فعليا هتبقى صح، والجزء برضو لو انا حطيت الكونديشن برضو هيبقى صح. تعمل احنا برضو ممكن نحط كونديشنز لحاجات معينه بحيث ان هو ما يجيبليش ستيت اصلا، كده كده متاكد ان هي اصلا هتبقى موجوده في الهيستوري بتاعي او هي نفس الستيت اللي انا موجود فيها. فممكن اقول ايه الكونديشن بتاعي هنا؟ ان الاف ما يبقاش امتي، يعني بقول له مثلا ان الاف ما يبقاش امتي، اللي هو ممكن اقول الاف اكبر من 0. مش دي معناها ان الاف فيها ميه، فيها ووتر، لان هي لو اف فيها اكبر من 0 معنى كده هي مش امتي. فما دام هي مش امتي ممكن اخليها امتي. هنا نفس الكلام هخليها بشكل لوب وهحط كونديشن هقول له الاس برضو اكبر من 0. تمام، دي بالنسبه لي انا خلصت اول احتماليه اللي هي الموفز بتاعتي اللي انا ممكن اعمل امتي. تاني واحده ان هنا عايز اعمل فيل، يعني لو اللي هي الجاج مش مليانه املاها، او لو فاضيه برضو املاها. والكونديشن بتاعي هنا هيبقى ايه؟ ان هي لو مليانه المفروض ما املهاش، عشان بس ايه اوفر عندي كونديشن، اوفر عندي ان هو سبيس عندي والكلام ده كله، بحيث ما اكسب وقت وما اجيبش مثلا ستيت انا كده كده متاكد الكونديشن اللي بعدها هترجعهم. فانا ممكن اكتب موف هتاخد برضو احنا هنسميناها جاج، بتاخد اف او اس وبترجع نفس ستيت جديده. الستيت الجديده كل التغيير اللي فيها احنا قلنا هنفيل، مثلا ممكن نقول الفيل الاولاني كده بتاعته 4 والتاني هيبقى 0، بس في كونديشن ان الاولاني اقل من 4. هو ما ينفعش اعمل فيل الا لما ايه؟ الا لما يبقى الاولاني اصلا مش، يعني مش معمول فيل، هو ممكن يبقى 4. هل برضه هخليه 4؟ هو كده نفس الستيت. تمام، ده الكونديشن بتاعي، وهعمل نفسها بالظبط بس اخليها على ايه؟ على اللي هو الجاك الثاني اللي هو المفروض يبقى اس، فهنا هخليها اس. بس هل 4؟ لا، لان الكباسيتي بتاعته 3، وهنا هخليها اف وهنا هخليها 3. كده انا خلصت ثاني واحده. ثالث واحده بتقول ايه؟ اللي احنا اتفقنا عليها برضو، بتقول ان لو السمشن بتاعت التوتال على بعض الكباسيتي اللي هي الكباسيتي او مش الكباسيتي بالظبط، اللي هي فعليا كميه المايه اللي موجوده في الاثنين مجموعهم على بعض اكبر من الكباسيتي بتاعت الثانيه، وانا اصلا عايز اعمل مثلا بو من الاول من الاولانيه للثانيه. الاولانيه احنا قلنا كام؟ قلنا الكباسيتي بتاعتها 4. احنا ممكن بس نكتب الكلام ده بس عشان ايه الناس تبقى واخده بالها وفاكره. احنا قلنا في 2 عندنا، انا اللي هي رقم 3 دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي السام اوف الووتر ان بوز جاكس از جريتر ذان ذا كباسيتي اوف ذا سكند. الكباسيتي بتاعت السكند كانت كام؟ 3. والكباسيتي بتاعت الاولاني كانت كام؟ كانت 4. لو مجموع الاثنين اكبر من الكباسيتي بتاعت السكند، وانا فعليا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل بو من الفيرست للسكند، يعني عايز اسكب المايه من هنا لهنا.
بيقول لك ايه، مجموع الاثنين اكتر من ثلاثه، يعني ممكن تبقى ايه، ممكن تبقى الاولاني، ممكن تبقى الاولاني كام، ممكن تبقى الاولاني واحد، يعني ممكن هنا يبقى في واحد وهنا في ثلاثة، هو فعليا ده مجموعهم أكبر من الكباسيتي. أو ممكن يبقى إيه؟ أو ممكن يبقى هنا اتنين وهنا تلاتة، هو برضو مجموعهم أكبر من تلاتة من الكباسيتي بتاعت التانية. ممكن يبقى إيه؟ ممكن نقول مثلا هنا واحد وهنا أربعة. تمام، في الحالة زي كده إيه اللي هيحصل المفروض؟ المفروض ما دام الاتنين مجموعهم أكبر من الكباسيتي الحاجة اللي هنقل فيها أو هحط فيها، تمام؟ معناها ايه؟ معناها اكيد الحاجه اللي هعمل فيه بو فيها اكيد هتتملي للكباسيتي بتاعتها، يعني هتبقى الماكسيمم بتاعت الكباسيتي. اكيد النكست سيناريو حاجه زي كده هيبقى شكلها ازاي؟ اكيد الثانيه هتبقى مليانه للاخر، هيبقى ثلاثه. طب الاولى هتبقى في كام؟ ما هي هتبقى باللوجيك كده اكيد الباقي، يعني مجموعهم كان كام؟ كان 4 بلس 1 صح؟ القدام كان 4 بلس 1 مجموعهم. بس انا فعليا اتاكدت ما دام مجموعهم هما الاثنين اكبر من الكباسيتي بتاعت اللي هي الثانيه اللي هي الكباسيتي بتاعتها 3 لتر، اكيد الثانيه هتتملي 3 لتر، والاولى هتبقى مجموعهم كلهم ناقص ال 3 لتر. يعني لو جمعت الاثنين وناقص 3 لتر اكيد هو ده الباقي بالنسبه لي اللي هيتحط هنا. تمام، هل ده فعليا هيديني صح الكلام صح؟ اه، لان انا 4 زائد 1 5 ناقص 3 2، يعني فعليا هنا هيبقى فيها كام؟ هيبقى فيه 2 لتر. لان هو ده فعليا اللي حصل، 2 و3 5، وهنا 1 و4 اصلا كانوا 5، فعليا لما انقل من 4 من هنا لهنا واصلا هنا اخرها 3، فاكيد هتزيد 2 اللي هي الكوبايه اللي هي فيها ماكسيمم 3، ودي هتقل 2، فدي هتبقى 2، ودي هتبقى كام؟ دي 3. كويس جدا، فهو ده فعليا اللي انا عايز ايه؟ عايز اعمله. هعملها ازاي بقى؟ نمسح الكلام ده. هنكتب ايه؟ اول حاجه هنقول مثلا هنكتب الموف بتاعتنا وهنقول اسمها جاكس وبتاخد تو اليمنت، زي مثلا هقول فيرست وسكند، وهتديني واحد جديد، يعني السيت جديده. السيت الجديده دي ايه اللي هيحصل فيها؟ تعال نشوفها، نكتبها زي ما هي ونشوف اللي هيحصل. واحنا قلنا لو مجموعهم هما الاثنين اكبر من الكباسيتي بتاعت الثانيه، فالمفروض الريزلت احنا زي ما قلنا قلنا مع بعض ان دي اكيد هتبقى 3. والاف هتبقى عباره عن ايه؟ هي المفروض تبقى اف القديمه زائد اس القديمه ناقص 3. يعني ممكن نسمي دي نيو اف ونحسبها الحساب اللي احنا عملناه مع بعض من شويه. ممكن نقول نيو اف هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اف القديمه زائد اس اللي هي الصم بتاعه الووتر كلها اللي هي اف زائد اس ناقص كام؟ ناقص 3. ده فعليا هيديني ايه؟ النيو اف. في حاجه تانية؟ طبعا في حاجه تانية، احنا الكونديشن الاساسي بتاعنا ان لازم الاثنين دول اصلا يبقوا مجموعهم اكبر من الكباسيتي، مجموعهم اكبر من 3، لان لو مجموعهم مش اكبر من 3 مستحيل هخلي دي 3. فهو لازم في كونديشن تاني بيقول لي ايه؟ ان الاف بلس الاس كام؟ اكبر من كام؟ اكبر من 3. فهو ده برضو كونديشن عندي. تمام، لو هما مجموعهم اكبر من 3 خلاص انا فعليا هعمل الجزئيه دي. الحاجه الثانيه ان انا فعليا دي انا فعليا عملتها لمين؟ عملتها لاننا انقل من الاولى للثانيه والمجموعهم اكبر من الكباسيتي بتاعت الثانيه. اكيد هيبقى فيها عكسها تماما اللي هو مجموع الاثنين اكبر من الكباسيتي بتاعت الاولى وعايز انقل من الثانيه للاولى، عكس دي بالظبط. احنا ممكن نلاقيها الاخيره خالص، ممكن نعملها بالمره لان احنا كده كده فهمنا الكونسبت. فهيبقى الفرق ايه؟ مجموعهم اكبر من الكباسيتي بتاعت الاولى، وفعلا الكباسيتي بتاعت الاولى كام؟ 4. والنيو مش نيو اف بقى، هتبقى نيو اس، هي عباره عن ايه؟ اف بلس اس ناقص 4. وهنا فعليا دي هتبقى 4 ودي هتبقى اللي هي النيو اس. كده انا عملت ايه؟ عملت اللي هو الجزء بتاعي هنا. هندخل بعد كده على الاثنين موفز اللي ناقصين، اللي هو ممكن انقل من واحده للثانيه ومجموعهم يبقوا اقل من الكباسيتي، فهي دي الحاجات الناقصه اللي احنا فعليا ما عملناهمش اللي هي رقم 4 ورقم 5. تعال نشوف هنعملها ازاي، هل هيبقى نفس الكود ولا هيبقى فيه اختلاف بسيط. دي في حاله ايه؟ في حاله ان مجموع الاثنين دول اقل من الكباسيتي، وانا عايز انقل من الثانيه للاولى، يعني انا فعليا عايز انقل من الثانيه للاولى ومجموعهم اقل من الكباسيتي. فما دام اقل من الكباسيتي بتاعت اللي هي الثانيه، اكيد الثانيه اللي هي
نيو اس اكيد هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن اف بلس اس، يعني مجموع الاثنين، لان هما الاثنين انا كده كده بنقل من الثانيه للاولى، واصلا مجموعهم هما الاثنين على بعض اقل من الكباسيتي بتاعتي. فايه اللي هيحصل؟ اكيد اللي هيحصل هحط ان نيو اس هي عباره عن ايه؟ اف بلس اس. كويس. طب وبالنسبه ل اللي هي الاولى هتبقى فيها كام؟ هي الاولى هيبقى فيها كام؟ هو اكيد ما دام مجموعهم هما الاثنين، هما مجموعهم الاثنين اقل من الثانيه اللي انا بنقل فيها، اكيد الاولى هتبقى كام؟ هتبقى زيرو. الكونديشن تايب انا بقول مجموعهم هما الاثنين اقل من الكباسيتي، مش اكبر بقى، يعني اقل من الثلاثه. كويس. فدي فعليا هي دي الكونديشنز بتاعتي. الحاجه اللي ناقصه ان انا هعمل نفس الكلام بس على ايه؟ ان انا انقل من العكس بقى، ان انا انقل من اللي هي من الثانيه للاولى. تمام. كويس. هعملها ازاي؟ ان انا عايز انقل من الثانيه للاولى ومجموعهم برضو اقل من الكباسيتي بتاعت الاولى، فهنا هنعمل اف بلس اس اقل من 4، وهنا هخليها مفروض نيو اف، وهنا هتبقى 0، ونيو اف هي هتبقى مجموع الاثنين. كويس. انا فعليا كده عملت ريبريزنت بروبلم وعملت كل الموفز اللي احنا والسيناريوهات اللي ممكن تحصل في البروبلم. ايه اللي هنحتاجه انا دلوقتي؟ محتاجه خلاص اكول اعمل كل الموفز دي واحل البروبلم بتاعتي. فهقولها ازاي؟ هنعمل مثلا رول زي ما احنا اتفقنا قبل كده، هنعمل رول زي مثلا هنسميها باس. كل اللي هنعمله هناخد مثلا ستيت، وفي طبعا في حاجه اسمها فيزيت ليست اللي هي هنسجل فيها اللي هي الستيت اللي طلعت لي، اي ستيت جايه لي هنسجل فيها، هنسجل هنعملها ابند في الفيزيت ليست بحيث ان انا ما اعديش عليها تاني او ما ازودهاش عندي. وفي بعد كده هنا ال سي مثلا ممكن نقول مثلا الجول بتاعي. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اكيد طبعا الكيس كول، وهنشوف هي في تغيير ولا لا، وفي النص هيحصل ايه. اول حاجه اكيد هنادي الموف، ولما نادي الموف هبعت له الستيت، وهو هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي نيكست ستيت على اساس هو هينفذ انهي واحده في الموف. تمام. ايه تاني؟ طبعا لازم النيكست ستيت دي ما تبقاش موجوده not member فين؟ not member في ال visited. ايه كمان؟ ال next state بعمل لها append مع ال visited، علشان بعد كده لو رجعت لها تاني او جات لي تاني مفروض ما ادخلش فيها. كويس. هل انا في كل مره هبعت ال state نفسها؟ لا، ال state اللي هي current state بتاعتي المره الجايه هتبقى هي ال next state. فانا فعليا لما اعمل recursive call هبعت مين؟ هبعت ال next state. دي بالنسبة لي ايه؟ دي بالنسبة لي اللي هي recursive call او اللي هي recursive rule. في البيس كيس بتاعتي بتاعت البروبلم اللي هو الحاجة اللي هتوقفني او هتوصل لي للجول. الجول بتاعي كان عبارة عن ايه؟ احنا البروبلم اسمها جاكس، بتاخد two fields مثلا او two elements، الاولاني والتاني. انا بالنسبة لي الاولاني لازم يبقى 2 لتر. وصلت لمرحلة ان اللي هي الحاجة فيها 2 لتر، فانا كده وصلت للجول بتاعي، بغض النظر اللي هو الابريد التاني او الجاك التاني فيه كام. الفيزيتد برضو مش فارقه، عايز احطها فاريبل، عايز احطها اي حاجه، تمام. بس لا، هو الفيزيتد فعليا هو ده اللي انا بكمبيوت فيها وبابند فيها، اللي هي الفيزيتد والحاجات اللي انا الهيستوري بتاعي. فانا ممكن احتاجها كجول، ممكن اقول البروبلم بتاعتي في الجزئيه دي يعني اوصل ارجع لي ترو فولس، وبعدين طلع لي اللي هو الهيستوري بتاعك اللي انت عملت عليه او اللي انت عملت له فيزيت، بحيث ان انا اشوف حصل ايه وهكذا من الفيزيتد بس. تمام. فهو فعليا لو وصلت للمرحله دي خلاص، يبقى انت خلي لي البيز ليست اللي انت وصلت له هو الجول بتاعي. ودي هنسميها ايه؟ هنخليها البيز كيس بتاعتنا. عشان ننادي البروبلم ممكن نناديها نقول مثلا ووتر جاكس، ممكن نسمي البروبلم كبريديكت بنفس الاسم ده، ونقول مثلا هنبعت لها ستيت وترجع لي جول. كل اللي انا هعمله هبعت هنادي بس، وهنبعت لها الاس، وهنبعت لها في البيز ليست كستارت هبعت لها الاس اللي هو هعمل لها انسرت في البيزنس ليست، والجول يرجع لي من الباص. تمام. هو كده كبروبلم احنا كده خلصنا كل حاجه، وان شاء الله المره الجايه هندخل في السيرش وهنحل البروبلمز دي بالتكنيكس بتاعت السيرش، وهندخل اول حاجه هندخل في الان انفورم سيرش مع بعض. ماشي. شكرا.